غيرك إله والي، يا كريم كل بونه تحت ظل شراعه، يا كريم تكتب الأرزاق ولا جالي، حط قسمي صالح الأعمال والقناعة، وباللي في جنة الفردوس قصر عالي، ما هو مثل اللي بجار اليوم ولا الساعة، وبعدها من الولا المزبنين الجاني، الملوك مؤمنين القلب بعد الراعة، كلنا خدام للدولة بدون مبالي، وان دعانا خادم البيتين سمع وطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، الله يسلم مساءكم كل خير. يوم هالجمعة 12/4/1445 التقاء المتقاعدين الزملاء القدامى الذين اجمعونا في هذه الليلة المباركة، والله يبيض وجيههم، واللي جمعنا الملتقى الرابع على التوالي السنوي، طبعا أول من جمعنا في هذا الملتقى ووحدنا وبيض لوجهه اللقاء معه هنا بكلمة من الله يحفظه، هلا وهو أبو عقاب، عرفنا عن نفسك. الله يطول عمرك. الله يحييك. حجاب بن شمروخ الروقي العتيبي، مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بالجميع، وبرك الليالي الليلة اللي جمعت أخويانا، وهذا من بركة الله ثم بركاتكم واجتماعكم، وحنا مكملين لبعضنا، والله يحييكم سنويا دامنا على قيد الحياة، يا مرحبا بالجميع. طول الله عمرك، طول الله عمرك، ونشكرك حنا على هالبادرة الطيبة الذي وحنا مشتاقين أن نشوف خويانا لايف، وانت سبت الله يطول عمرك. أنا أشكركم على الحضور، أنا أشكركم على تلبية الدعوة والحضور، وبيض الله وجهكم. يطول عمرك، يطول عمرك. وياك إن شاء الله. نبي ناخذ مع الاسم قعدان بن مناور العتيبي، ما عليكم زود حبيب التقانة طعمرك الرابع، قربهم جملة بركات أبو حجاب أبو شمروخ، على خويانا جمع خويانا سنوي، وجعلهم دائم من هذه وطيب ومتفاعلين كلهم، ومتفاعلين إيه كلهم طيب، وكلهم بحضورهم وكلهم وجودهم وكلهم، بيض الله وجيههم ولا قصروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء الجميل مع الزميل واللي له بصمة عندي أنا شخصيا نواف الحسيني أبو مشعل، عرفني عن نفسك. الله يطول عمرك. مرحبا. هلا أبو عبد الله جيري بن خلف السويقي مطيري العارضي، هلا بك يا أبو عبد الله. صراحة أبو عبد الله أنت رجال متابع ورجال محبوب من يوم دخلنا إلى اليوم، وأنت أبو عبد الله ما تغيرت، عسى عمرك طويل. وأبو عقاب وجه أبيض، مقابلنا واجتماعنا وتواصلنا، أبو عقاب لا يمكن نلحقه شيء نهائي، لا يمكن نلحق أبو عقاب. عليكم زود. أبو عقاب طال عمرك هو الأثمرة عندنا، هو اللي يجمع خويانا، هو اللي يتواصل معهم، هو اللي يراسلهم. وأنت أبو عبد الله إعلامي، ما أقدر أقول شو أقول يا أبو عبد الله، أنت مغطي على الكل. الله يعني. حدثنا عن الاجتماع. الله يطول. والله اجتماع طال عمرك كله بركة. نشوف خويانا اللي من سنة، خويانا اللي من سنة وسنتين وثلاث، يعني نشوفهم سنوي ونتطمن عليهم صحتهم وأمورهم، والحمد لله اجتماع نتمنى أنه يستمر. إحنا مستمرين ونتمنى أنه يستمر. ومجهوداتك أنت الإعلامي أبو عبد الله، ومجهودات أخونا أبو عقاب، ومجهودات الزملاء اللي متواصلين على الحضور يومي، يحضروا ويحضروا باستمرار كل سنة، والحمد لله عسى الله لا يغيب شمسكم. الله مشكور. شكرا لك على هالكلمة. شكرا. حميدي بن سالم المطيري، يا مرحبا بك يا أبو أبو عبد الله، يا هلا والله وغلا، الله يبارك فيك ويطول عمرك أبو عبد الله، أنت الرجال المنور الشاشة. وأشكر أخوي أبو عقاب بيض الله وجهه، هو طال عمرك اللي يحث على الاجتماع ويكلمنا ويحث علينا، والله يا أبو عبد الله أنا دائمين يكلم يا خلنا نجتمع. ونشكر أخويانا كل أبو عبد الله، شكرا لك الله يحييك طول عمرك. ظاهري أشكر أخويانا على الاجتماع المستمر، والله يعطيهم العافية، وأشكرك أنت يا أبو عبد الله، الله يعطيك العافية. الله يطول. انطباعاتك عن هالاجتماع؟ انطباعاتي انطباعات جميلة من ناحية أخويانا، ترابط على مستوى ما عندي اسم. الله يطول عمرك. شكرا. الله يرضى عليك. الله يمسيكم بالخير جميعا، معكم أخوكم نشا سبعان العتيبي. أقول الله حي أخوينا المتقاعدين القدامى، يجمعهم على عز الطاعة ويجزاهم خير، وبيض وجيه اللي جونا من خارج الرياض اللي في طيران واللي يمشون عبر الخط، ونلتمس العذر للي ما حضروا
والله يجمعكم دائم وجعلنا نتمع السنة هذه وكل سنة، والله يبيض وجيهكم ووفقكم توفيق من عنده. تعال بصوريك تعال. الله يحييك أبو عبد الله، فرصة سعيدة معك أخوك مطلق الشلوي. أقول الله يبيض وجهك على هاللقاء وعلى تغطية مناسبة أخوياك وعلى حضورك، تكبت عن السفر وسافرت وخليت مشاغلك وعيالك وجيت على أساس أنك تقابل أخوياك وتسجل حفلهم، وهذا يعتبر كرم وطيب منك. هذا أول شيء. ثاني شيء أخويان الله يبيض وجيههم ويجمعهم ولا يفرقهم، علمهم غانم دايم وبينهم ولفة ومحبة ودائم متكاتفين وبعضهم حريصين على بعض، وعسى الله إن شاء الله يديم خوتهم ويحفظ بلادنا بالأمن والأمان ويعين زملانا اللي على رأس العمل في الحد الجنوب وينصرهم ويردهم سالمين غانمين، وعسى الله يديم الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين. هذا ما عندي، جزاك الله خير وشكرا لك يا أبو عبد الله. الله سالم شحاذ العنزي، أشكر أخويانا القدامى المتقاعدين وأتمنى لهم التوفيق، ونشكر العميد حمد منصور على استضافته معنا أخويا الزملاء القدامى، نشكر الشكر جزيل صراحة لأنه شارك معنا، ونشكر أخويانا العموم الذي قاموا بهذا الملتقى، شكرا لهم. رحمة الله وبركاته، صلحنا في الحربي. نشكر أبو عقاب ونشكر أخويانا كلهم على حفلهم الطيب، ونشكر الراوي نواف حسين العنزي، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معك داهش فهد الظفيري. الاجتماع اليوم صراحة من أفضل الأيام، تعرفنا على أخويانا وواجهناهم ما لنا علم فيهم، ويلا لك الحمد. اي والله كلهم صحة وبخير، واشكرك يا ابو عبد الله على نقلك هذا الطيب، وبارك الله فيك وجزاك الله خير. اللقاء هذا رقم كم؟ أربعة. هذا رقم أربعة، نعم الرابع. السنوي، اجتماع السنوي. السنوي كل سنة اجتماع. اي نعم كل سنة. رايك بالاجتماع؟ والله طيب، طيب ولا في كلام، الاجتماع طيب وتعارف، ونسينا اخويانا والله ان بعضهم لو يجيني برا يمكن ما رد. اي والله بارك الله فيك، والله يجزاك خير على هالنقل الطيب. هاي معك حمود فضي الشمري. احب اعرف عن اجتماع اخويانا، اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وانهم ان شاء الله كل سنه من احسن في احسن، ونشكر خوينا نواف حسين بيض الله وجهه على هالتشكيل وهالمقابلة لنا ولأخويانا. وش فائدة أبو حمود؟ أنا اجتماعات فائدتها. فائدتها طال عمرك أننا نجتمع ونعرف نتعرف على أخويانا الحاضر والغايب والبعيد والقريب والأحوالها وش أحوالها، وهذا التعارف والاجتماع هذا صار أحسن شيء. هذا طال عمرك يخليك دائم مرتبط مع أخوياك ومع معارفك ومع كل الزملاء، دائم وانت معهم. الاجتماع هذا في فائدة، هذا السنوي الاجتماع السنوي هذا أحسن شيء لكل واحد، يعني الأخوية والزملاء أتمنى أنهم يحذون حذو هالاجتماعات هذه. ونشكرك وما قال يشكر، يجزاك خير. قيس الشيباني، بالنسبة حضور أخويانا يشرفنا، نقول الله يجزاهم خير ما فعلوا به وجمعونا، أنه يجمعهم في الآخر إن شاء الله، وهذا ما أقوله. عليكم مساكم الله بالخير، أشكر أخويانا على الاجتماع، نحمد الله ونشكره، سنين طويلة ما اجتمعنا قبل سنة، أشكرهم على الاجتماع وعلى الخوة. أخويانا القدماء وبيض الله وجيههم، كل أبوهم ما خص أحد عن أحد، وأشكرهم شكرا. خلف شلاحي. ثاني شيء والله أنا أشكر 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 أربع مرات أشكر حجاب اللي جمع اخوياه ووجهه ابيض، والله انها فرحه لا يعلمها الا الله. جمع اخويانا قدما وانبسطنا، واهم شيء شفنا هالوجيه اللي شفت بنت. والسلام عليكم. الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد افضل عليه افضل الصلاه والتسليم.
أنا سفر بن عبد الرحمن الحزيمي الروقي، والله يبيض وجيهكم على هالجمعة الطيبة والزملاء اللي حنا مبطين عنهم قابلناهم الليلة، والله يبيض وجيهكم ويجمعكم إن شاء الله في الدارين، وشكرا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ عبد الرحمن محمد بن هذال السبيعي، وأرحب بك ومرحبا ومسهلا، والله يحييكم، وهذه الساعة المباركة اللي جمعت الزملاء والخويا والمعارف فيها الليلة المباركة، والله يحييكم تحية المطر، يا مرحبا ويا مسهلا. نيف بن صوال السبيعي، أول شيء نشكركم على الاجتماع، ونشكر أبو عقاب ونشكر القايمين عليه، وهذا الاجتماع ودنا يتكرر دائم، والحمد لله أن واجهنا خويانا وسلمنا عليهم وترحبنا عليهم، وهذا ما يسعدنا، والله يوفقكم يا أبو نواف. مهدي بن فلاح القحطاني، أول شيء نرحب بك يا أبو عبد الله، جيتك من حايل وتقبلك عن السفر اللي جيتنا هنا إياه مع أخوياك، ومرحبا بك ترحيب السير. والثانية طال عمرك نشكركم على ذا الاجتماع، نشكركم على ذا الاجتماع الطيب اللي نتمنى انها نقول نص السنة، ما هو السنة لكن السنة في نص السنة آخر السنة في بركة، ومرحبا بالجميع، والله يبيض وجهك، ونشكرك شكرا جميل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة نشكرك أول شيء تغطيتك يا الحسني، وانت رجل اعلامي مميز، ونشكر اخوياننا اللي جمعونا وعلى راسهم مدير الجروب الكرشمي، ومشكور لك انت ثاني مره، الله يعطيك العافيه. لا لازم عرف عن نفسك، عرف عن نفسك. جعفر بركوت احمد العمري. الحقيقه انا اسعد باخوانا وهذا الجمع المبروكه، واشكر الاخوان القائمين عليها، وأشكرك يا أبو حسين على هذا الاستقبال الطيب. أسرو سحاب الشمري، وأشكركم على الاجتماع وعلى إضافة خوينا أبو منصور العجمي، وشكرا لكم جميعا، وشكرا لك يا أبو النواف، شكرا. يا هلا بك يا أبو عبد الله، معك سعد خضير الحربي. نشكر خوينا على اجتماعهم، والله يعطيهم العافية ويوفقهم لكل خير، ويجتمعون السنة دي وكل سنة إن شاء الله. ومشكور يا أبو عبد الله الإعلامي. مرحبا أبو عبد الله، حياك الله. صراحنا في الحربي، اجتماع أخوينا طيب ممتاز، ودنا أنها كل ست شهور، سنة طويلة شوي. يعطيك العافية أبو عبد الله. مساء الخير أبو عبد الله، كيف الحال؟ والله معك أخوك فرحان الشيباني، الله يحفظكم إن شاء الله، واجتماع لا يعلى على، والله يحفظكم إن شاء الله، وجعل اجتماعا مستمر إن شاء الله بالمحبة والمودة، والله يوفقكم جميعا. لقاء مع سادة العميد حمد منصور العجمي اللي دايما علومهم جملة ومشرفة، وحقيقة أنا شخصيا أفتخر فيه وخوياه، وهو مشاركنا هذا الاجتماع المبروك، تواضع منه والله يرفع درجته، ودائما علومه طيبة. أخونا أبو منصور والكلمة معه. يا مرحبا يا أبو عبد الله، والله أنها أبركة الحزات اللي قابلناكم، قابلنا أخويانا مبطين منهم لنا سنين عنهم، إي والله، وأبو شمروخ كلها أبركة اللي جمع الربع كلهم، وأبرك الساعات، والله يعيدها علينا إن شاء الله كل سنة إن شاء الله، نجتمع إحنا وياكم بصحة وعافية. والله يبيض وجهك يا أبو عبد الله، أنت أخ كبير لنا، أي والله، ولك محبة عند الزملاء كلهم، الله يبيض وجهك، وقناتك نتابعها دائما، وما تجمع إلا الحوات الغانمة، الله يبيض وجهك يا أبو عبد الله. نصرط البقمي ضيفا عند الحرس الوطني المتقادير، بيض الله وجهكم على الاجتماع الطيب، وتواصلكم بعضكم جاي من بعيد، بعضكم من داخل الرياض، وهذه ميزة طيبة، والله يوفقكم جميعا. يلا حي يلا حي أبو حسين، يا مرحبا، أبرك الساعات طال عمرك،
وهذا من توفيق الله عز وجل ان الله يجمعنا طال عمرك باخويانا على طاعه الله سبحانه وتعالى. فبيض الله وجهك وانت دائم موفق. كذلك ان شاء الله انك لا الصوت واضح. كذلك ان شاء الله انك تفتح باب خير وتخلي واحد يذكرنا بالله عز وجل. اي نعم ولا يجي شيء طال عمرك يغضب الله. هذه احنا زايرينكم في الله والله يبيض وجهك. ارحب يا ابو حسين يلا حيه بيض الله وجهك انت سباقا على العلوم الطيبه وعلمك طيب وبيض الله وجه اخويانا على اجتماعهم ومشرفين وبيض الله وجههم وبيض الله وجه ابو عقاب اللي جمعنا على الاجتماع هذا وجمع اخويانا كلهم ولهيب غريبه عليه سباقا على العلوم الطيبه والله لا يهينكم يعطيكم العافيه. معك فهد العتيبي الله يبيض وجيههم واجمعهم على الطاعه وشكرا لكم. ناحية مقبول العتيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبرورا ذنبا مغفورا واشكر اخويانا القيمين عليه. تعرفنا على اخويانا اللي من 30 سنة و 35 سنة وجينا من اقطار المملكة الحبيبة اللي في الشرق واللي في الغرب واجتماعنا في الرياض وشكرا على ذلك. واشكر القيمين على الحفل واخويانا اللي حضروا الله يعظم اجرهم والقائم على القناة شكرا له. مرحبا بالإعلامي نواف الحسيني ونرحب بأخويانا والله يجمعهم على العز والطاعة ويجعلهم إن شاء الله كل سنة أزود فأزود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامد العتيبي. مرحبا يا أبو عبد الله الله يحييك عند أخوياك ويجزاك بالخير على تغطيتك للحفل ونشكر الجميع على الحضور. نشكر أخويانا على اجتماعهم وعلى علمهم الغانم. عسى الله يجمعهم ان شاء الله ويبيض وجيههم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا ابو نواف ابو عبد الله يلا حيه يا هلا والله غلا. نرحب بك مع اخويانا ونرحب باخويانا الحضور كلهم جميع وابرك الحزات اللي اجتمعنا فيها وشفنا اخويانا وشفناكم سالمين وغانمين وجعل كل عام وحنا وياكم نلتقي وطيبين ان شاء الله وبخير. غزاي هلال الحربي ما عليك زود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ نواف نواف الحسيني ابو عبد الله الاعلامي والراوي من سهلا ومرحبا بك يا اخ. والحمد لله على الامن والايمان والحمد لله على المملكة العربية السعودية حكومة وشعب وعلى الأمن اللي فيها ويلا لك الحمد والشكر. ونشكر أخويانا جميع من حضر ونعذر اللي ما حضر منهم بالاجتماع السنوي كل سنة يجتمعون وعلى راسك يا أبو عبد الله اجتماعهم سنويا والله يحفظكم كلكم ويحيي ما حضر ويحفظ ما غاب والله يستر عليهم ويفدهم جميعهم. ولا أنسى الشكر أخويا أبو عقاب اللي هو طال عمرك قايم بجميع شيء وبخدمة أخوياه ونشكر تذير الشكر وشكرا لك يا إعلامينا. وبركاته. نشكر الإعلامي أبو عبد الله العنزي على جمع أخويانا وعلى مقابلتهم ونشكرهم شكر طيب. يا هلا وسهلا شكرا. ها عندي ولا ما هب عندي؟ ما شاء الله هذا الاجتماع المبروك اللي حضر اخويانا ما شاء الله بيض الله وجيههم العموم. وحنا لنا الشرف ان يغطي هالحفل الجميل اجتماع اخويانا الله يبيض وجيههم ويكثر خيرهم ما شاء الله. هذا مديرنا وهذا رئيسنا اللي جمعنا بسبب رحمه الله وبركاته. الاجتماع جعل اجتماع خير مجموعه المتقاعدين من لواء الملك خالد مبدون عد اسماهم وكلهم والنعم وتجمعوا والله يجمعهم على العز والطاعة. الاسم عويش بن شريف السلمي بشير. نعم صنهات العتيبي. نعم. والف نعم. نعم. والف نعم. والف نعم. من الخوية اللي لهم معزة خاصة الله يطول عمرك. طيبك طال عمرك. يطول غالي والله عندنا غالي والحمد لله اللي الله جابك بعد نشوفك بهال. يطول عمرك يطول عمرك. مرحبا والله. والف هلي. احنا اجتماعنا اجتماع الرابع وما شاء الله ونبي كلمة في هالاجتماع الطيب. والله طال عمرك يا اخويا كل ابوهم ما قصروا وانت من ضمنهم طال عمرك.
الخويا كل ابوهم هذا من ايش اسمه رئيس القلوب الله يوفقه وياك وكل مسلم. والله هذا الشيء يسعد الانسان، يسعد الاخوه ويسعد الانسانيه. انت معي ولا لا؟ هلا والله. وهذا يدل على شيء متلاحم البشر بعضها ببعض، احنا كل ابونا سرة وحده. والله هذا شيء يعني تلج الصدر ان اخواني اللي كم من سنه ما شفتهم واصحابنا ومعارفنا، وشكرا لك والله. يطول عمرك. الله يرضى عليك. فايت هالاجتماع. الاجتماع طيب، فيه كل شيء طال عمرك، فيه معرفة الرجال تجارة، معرفة النساء خسارة، سمعت الله، وكل محل طال عمرك بان لك فيه بيت أخو. هات معي ولا لا؟ هذه معرفة الرجال. اليوم إني مريت حائل ما ذكرت إلا أبو نواف، لا مرت فلان ولا نذكر العتيبي، لا نذكر العنزي، لا مرت فلان ولا نذكر الشمري. هذه معرفة الرجال. هذه هو الخوة، هذه هو الإنسانية. تواصلكم هذا مي غريبة عليكم، محبتكم من أول مرتبطين يومكم. والله, والله أكيد 100%، والله مرتبطين ارتباط قوي. والله لا من جنودنا ولا من أفرادنا ولا من أكبارنا ولا من صغارنا. والله العظيم أننا نحمد الله ونشكر على هذا البلد وعلى أهله من رأس الهرم إلى آخر جندي. حنا في فضل الله من فضلهم، في شكر نحمد الله ونشكر في كل شيء. يا سلام، هذا نعمة يا أخي، نعمة والله نعمة يا إخوان. البلد هذا بلد كل ابونا بلد واحد، كل ابونا لحمه وحده. وشكرا لك طال عمرك. الله يطول عمرك على الكلام الطيب اللي نابع من القلب. والله العظيم انه نابع من القلب وازود. والله يطول عمرك. والله العظيم انك غالي وان جاي من ربع غالي. يطول عمرك. وشكرا. وحنا نتمنى ان تدوم ان شاء الله، وحنا بخير وعز ومعز. اكيد والله بنبيع. انت يا ابو عبد الله عساك طيب. طول عمرك. محمد السبيعي من شوفي اللي هو تركي متقاعد الله يوفقك. والاجتماع شيء يشرف طال عمرك، اجتماع اخوانا والله يبيض وجيه اللي قاموا على الاجتماع واللي قام بالحفل اللي هو ابو عقاب وجميع زملائنا اللي موجودين واللي تعنوا وجوا من برا الرياض. واشكرك انت اول شيء، واشكر الجميع، اشكرك انت على مجيئك من حايل وعلى شنابك وعلى اوضاعك الطيبه كلها مع الناس. والحفل شيء طيب يعني، الاجتماع شيء يشرف يا ابو عبد الله وشرفنا بك. طول عمرك. كلمة الله يطول. تعريف بالاسم وكلمة عن الحفل. اسم فلحان شارع العتيبي. وانا اتشرف اني طلعت في سنابك يا ابو عبد الله. طول عمرك. الله يحفظك ويوفقنا وياك. كلمة عن الاجتماع. الاجتماع اجتماع طيب. واشكر اخويانا وزملائنا على الاجتماع الطيب. لانهم كل سنة يعودون ان شاء الله. وانا ملك
شيء اسمه الرحمن، حتى تقول لا يجاوز كلام الله من عنده، ونهايه ما يتسلقوا مغفور لكم بثلاث سيئات حسنات، وفي روايه مجلس، فهذا المجلس ان شاء الله يتشبه بمجالس الصحابه رضي الله عنهم. وصول وكيل السرية سابقا مهجأ بن صالح العنزي ابو خالد الى الحفل. هلا ابو خالد، هلا ابو خالد، هلا 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 قرب يا بوي، يقرب يا بوي. الحفلة اللي نورها غطى على نور الرياض، من كبر طاعتها وناستها خذ حضورها، الله يبيض وجهها يسحب ويزداد البياض، نقولها لو من قدر الناس جوف صدورها. والله يديم الله يديم الخوه اللي ما يجي فيها اعتراف، من طيبها دايم تروح دلالها وقدورها، لعلها تبقى جميع ولا يجي فيها انقراض، وفي كل عام تجتمع افراحها وسرورها. يا مرحبا مليون بالغاضين، يا مرحبا مليون بالغالين، يوم الصدر هار من خاطر قامت هواجيسه تدل نجوها، بيقوها اللي فعلها يبني ولا يطري قضاء. عدوانها تهب عدوانها تكثر خسايرها وتهدم دورها، يشهدك الاقران والخفقي فعل ما يغار، بل وقفه اللي ينحسب بغيابها وحضورها. يوم منكم بالخط الاول خط نار، خط منكم بالخط الاول خط حر وخط نار، انتم لها والمترفون وما ينعكم بصوره، يوم ان دامع في بيتكم والصواريخ خط نار. مرحبا يا ابو عبد الله. انتم واجبكم على كل وجه من غير الخفاق، واليوم سلمتوا ويقين الحكومه دور، واليوم سلمتوا ويقين الحكومه دور. ايش صح لسانك شاعرنا، اي والله تطلق من فطحان بيض الله وجهك، ما عديت كل صحيفه النشام المتواجدين، ونعم ونعم والمشاركين واجب. طير من خلف طيري الان يتوجه الى المنصه لالقاء قصه. مطلوب منه ثلاث: غزل ونصيحه والثانيه الجمهور. ايش تبيض الله وجهك يا ابو مشعل، هو قده هو قده. الله يحييك الله يحييك ويحييك ونشكره على الحجاب شبوه عليه امام هذه الحفله، ونشكر خيانا اللي قبل بعيد تكبدوا وانا كل عقاب تحبون انت وياه، وبيض الله فيك وحده مصلحه لوجهك، ووحده غزليه، ووحده تكبر خيانا. اسال عنك يا بنت راعي البيت لا تزعجيني.
المسكينة، هاي شوف داخل السوق مخروق ويصير فيه علوم بينك وبين علم اللي قد البين عاشق ومعشوق. واللي يحب السمر لا تدرحينه، آسف على ما صار والقلب محروق. ودي على صدرك تسلم يمينك شفتك بنت ولا اي نبي نصيحة نبي. هذه يقول اصبر يا عاقل والليالي مقادير، وان كان ذاك النقص عيب علي وفرق مشاري صار قرب المسامير والمعدن يا ابوك حقك علي. والله نبذلك بكل المخاسير ومن ناس الحاجي ما تجيك الرديه، صدرت قدامك بحر ومعاصير وصدرت لين امره فرجها علي، وصدرت قدامك وصبرت قدامك على العسكرية. لا تبقى يطلع الجهور الموير ويكبر مشاري ثم يطلع علي. انسان انسان بن صالح العنزي. صالح على نزل خوينا. اي والله الله يعطيها العافيه ويبين وجهك ابيض. اي والله وجهك طيب. I'm not afraid of the dark.
Thank you.
ول 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 والله انا اشكرك والله على المشاركه الطيبه الليله تبي عيد عندي والله من طيبه اي والله والدنيا انا نبيكم اجتماع مثل الاجتماع هذا يطول عمرك ونعم سعادة العميد حمد المنصور العجمي بيض له وجهه وعلمه طيب ورجل وافي وشاركنا اجتماعاتنا وهذه افراده وهذه محبينه وحنا نحبه حقيقه كل اللي يعرفه يحبه تواضع عنده هو الوحيد اللي لبه الدعوه من بعض الزملاء العميد حمد هذا اخوي خالد بن حسين البقمي وافتخر به الله يطول عمره يلقى الان قصيته شكرا لك هيا مكدر صف الكاس والليل والمذنبي والشموعي والكحل متباعد على الخد من حاس اسود لون الكحل من كل نوعي هديت لين انك تباركت الانفاس وبعد نجد طرحك همزتك بجوعي اشتري دموعك بدلها بوغل الماس بس ابتسم ومسامحك في دموعي اشتري دموعك بدلها بوغل الماس بس ابتسم ومسامحك في دموعي وحنيت مبني لجلد جسد الراس ابيك شامخ لو سببها خضوعي انا اختلف بالحب عن باقي الناس تغير الحاله وتبقى رضوعي يناع سط الخيل وجيد من ياس الوجد يفجع والصبابه تروعي الوجد يفجع والصبابه تروعي يوم الشاهد الله ما دخل عيني نعاس يومين من يوم انا حقنا رضوعي سلام سلام شاعرنا خالد حسين القمي شكرا لك قبل دقيقه بيض الله وجهك القمي تفضل يا يا هلا بيض الله وجهك يا متقاعدين على جمعات وعلى اللي من بعيد واللي من قريب جمعت وربعك واخوياك وهالعمل تذكر الزمان يوم كنت في سراياك ما كنت وانا زميل لكم بالخلص الوطني لكني في المنطقه الشرقيه اولا في الغربيه وثانيا في المنطقه الشرقيه واللي تفوق يوم الاسماء اهل القلوب الطيبه والفطين اينا لي بكت ضيعتها بين الاقطاع ما بين شمر والبوم وقطين واضحه عليها وصف مضى بين الاطراف وهم لي وصف راحت ثمين حايل 8 سنين مع 10 اتباع وصف مصفته للمدور يبين ضاعت علي في قايم ونجا بدو تفرق بين الف ولين اما الكسوح اللي تفرق مع عيقاه تنشد وتعطيني خبرها الحين
علمي بهوادتي هو العشب شمره. ايوه. طلعت الملكه من الفوز البطيخ. علمي بهوادتي هو العشب شمره. طلعت الملكه من الفوز البطيخ. علي. اشهر ما ذوق النوم والناس حجاج. سهل المريض اللي هذا الطب حميم. يقرا على هاي قلبي حج والله. يقرا على هاي قلبي حج والله. اقرا عشان نور مناكيف طويله. راحت ورا قوم يطقون الاصبار. اهل القوم القاسيه والمتينه. ودورت فيها من عريبين الاشجار. لبنت عيني زل وازم زبينه. مر الشم وفاهم كلمه ونعم. اهل الشجاعه والضحك على ونعم ونعم. ونسالم الله يعطيك العافية ونعم ونعم سبحانه هنيه 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 يلا هنا وجيكم جاي Yeah.
ويانا. اي والله ونسونا بيض الله وجيههم، وانا الان اغادر الصراحه لحيث وقت الطيران الى حايل حان، ولا عاد اقدر، الوقت ضيق بالحيل بالحيل، ودامت افراحكم يا خويانا، والله يسعدكم ويوفقكم. هذا الخيوط شوف.